ما قطرش النسبة ما قطرش النسبة ما قطرش النسبة، لازم النسبة المعقولة. في سنة من السنين هتلقى الشجرة بتاعتك هبطت مرة واحدة وأثرت على التربة بتاعها بسبب مبيد الحشائش. طب احنا نعمل ايه؟ هنخلي مبيد الحشائش دوت للضرورة القصوى، يعني احنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل المتابعين قناة صلاح وحسين الزراعي. النهاردة احنا بنرش معاكم مبيد الحشايش. مبيد الحشايش ده احنا بنرشه علشان نستخلص من الحشايش، علشان الذبابة وعلشان الامراض اللي في التربة وعلشان الامراض المنتشرة اللي في الاشجار اللي من دول، ماشي، وعلشان برضك نساعد في عملية الجمع ان الثمار ما تدراش في الحشايش وما تدراش في الاوراق وكده. طيب مبيد الحشايش اللي احنا بنرشه دوت هربازات، اسمه هربازات. هنحط ازازتين على 600، ازازتين 2 لتر يعني على 600 لتر ميه، وبنزود معاهم وبنضيف معاهم 5 كيلو سماد اليوريا، ماشي، وبنضيف معاهم 3 ازايز خل، خل الطعام الابيض دوت، بنضيف معاهم 3 ازايز خل، وبنضيف معاهم لو حابب ان انت تزود ميه نار تجيب زجاجتين ميه نار من الازايز الصغيره بتاعت ميه النار ديت وتضيف معاهم، هيتخلص معاك من الحشائش نهائيا. واهم حاجه وانت بترش ما تخليش الضغط بتاع الماتور عالي علشان ما يهدرش معاك، اهم حاجه يكون الضغط واطي زي كده علشان تعرف ترش وما يهدرش معاك الدواء وما يهدرش معاك المبيدات وتعرف تتملك في الحشائش كويس، وهيجيب نتيجه معاك باذن الله كويسه. ده بس اهم حاجه لما تيجي ترش دواء الحشائش في الموسم مره او اثنين، ما تكترش عن كده، يعني في الموسم في السنه كلها هم مرتين اللي ترشهم مبيد الحشائش، حسب ما انت عايز بقى ترشهم في الوقت المعين اللي انت عايز ترش فيهم، بس اهم حاجه ما تزودش عن مرتين في السنه، في الموسم كله في السيزون كله هم مرتين مبيد دواء حشائش، علشان دوت بيأثر على الاشجار برضك. هو ليه مميزات وليه سلبيات، وسلبياته اكتر من مميزاته ان هو بيأثر على الاشجار وبيأثر على الحمول بتاع الشجر والجذور بتاعة الشجر، لان المبيد الحشائش دوت مادة خانقة بتخنق الاكسجين عن التربة وعن الحشائش، فبالتالي بتأثر على حمول الشجر، لان حمول الشجر على وش التربة، فانت ما تكترش منه مبيد الحشائش، هترش مرتين في السنة. وبعد كده لو بيأثر على ايه تاني، بيخلي الشجرة من اقل لمسة ومن اقل شوية هواء الشجرة بتقع في الارض، لانها بيعمل تهوير للتربة. مبيد الحشائش دوت بيعمل بهورة للتربة، بيخلي التربة يعني زي طبق الجيلي كده، ما الشجرة مش ماسكة في التربة، لانه ان هو بيفكك التربة. مبيد الحشائش ده بيفكك التربة. هو ليه مميزاته وليه عيوبه، كل حاجة في الدنيا ليها مميزات وليها عيوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبيد الحشائش الهربازات، وادي النتيجه زي ما حضراتكم شايفين من بعد يومين بالظبط ان احنا رشينا بيه الهربازات. طيب الهربازات ده انا ما ينفعش ارش بيه المحاصيل زي السمسم زي الذره زي البرسيم الحجازي، لان كل محصول من المحاصيل دي ليها مبيد حشائش مخصوص لوحده يعني. طيب انا ما ينفعش ان انا ازود من رش مبيد الحشائش اكتر من 5-6 مرات او 3 مرات في السنه كلها، لان هيأثر على حمول الاشجار وبيعمل بهوره للتربه، بيخلي التربه بيفكك مسام التربه مبيد الحشائش ده. فاحنا اكتر حاجه ممكن نرش مره او اتنين في السنه كلها، ما نستسهلش الموضوع يعني، ما نستسهلش الموضوع ونفضل نرش مبيد حشائش. هتيجي في سنه من السنين هتلقى الشجره بتاعتك هبطت مره واحده واثرت على التربه بتاعها بسبب مبيد الحشائش. طب احنا نعمل ايه؟ هنخلي مبيد الحشائش دوت للضروره القصوى، يعني احنا داخلين على موسم مانجا، مش فاضيين نحشش، مش فاضيين نعمل اي حاجه، فاحنا بنرش مبيد الحشائش. مبيد الحشائش ده بيترش بعد الزقية على طول، يعني انا هزق النهارده ارش مبيد الحشائش تاني يوم. ما كترش النسبه ما كترش النسبه ما كترش النسبه، لازم النسبه المعقوله علشان ما تاثرش عندي على المحصول وعلى الاشجار. سلام.